السلام عليكم احبابي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير. راني كنشوف لي كومونتير ديالكم. شكرا شكرا على الدعم، بزاف بزاف. حيت بلا بكم ما غاديش نقدر نستمر. شكرا لكم. اليوم تحت طلب هاد الوصفه ديال الغريبه البهله. اليوم غادي نقدم لكم غريبه البهله بالطريقه التقليديه القديمه، وكنتمنى تنول الاعجاب ديالكم حيت هي كلشي الناس تقريبا تيبغيوها. واخا قدامت الناس رجعوا دابا لهاد الحلويات القدام. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. السلام عليكم. المقادير ديال غريبه البهله ديالنا كالتالي: عندنا تقريبا ما بين 500 غرام حتى 600 غرام ديال الدقيق الابيض الفورس، عندنا كاس ديال السكر سنيده سكر حبيبات، كاس زيت نباتي، نص كاس ديال الزبده مذابه، وكاس ديال اللوز محمر ومهرمش قطع غليظه، وكاس ديال الزنجلان السمسم حتى هو محمر ما مطحونش، قليل من الملح، والقرفة اختياري، وجوج اكياس ديال الخميره من فئه 8 غرام 8 يعني 16 غرام في المجموع. نبداو على بركه الله. بسم الله نبداو على بركه الله. كنصبوا المقادير كامله. الزيت، السكر حبيبات، السمسم، اللوز. كيف ما العاده واحد الطريقه ديال الملح، كيف ما قلت لكم القرفه كتبقى اختياريه، اللي بغى يديرها هي كتزيد واحد الكروستيون القرمشه كتزيدها، والبنه طبعا اللي ما بغاش يديرها ما يديرهاش. صافي غادي نخلطوا هاد المقادير كامله، غنخلطوا هاد العناصر كامله حتى كينسجموا الزيت مع الزبده مع السكر سنيده مع كلشي، كتبقى هي من الحلويات الساهلين ما صعيباش كاع. صافي غنزيدو الدقيق ديالنا. كنبقاو مستمرين هكا حتى كنجمعوا العجينه. راه ما هزات ليناش 500 غرام كاع ديال الدقيق. ها انتما كما كتشوفوا كتجي مفتفته بحال هكا. كنبقاو ندلكوها باش داك الزيت يطلق لي دم ديالو، ماشي بزاف شويه. ها فوا كنشوفوا كتجمع بحال هكا واحد 3 دقائق حتى 4 دقائق ديال التليك. هاد البهله ديال زمان بق واعدها، زمان كانوا كيبيتوها ليله كامله حتى الغد اللي عاد كيديروا هاد المرحله. حنا دابا زمان السرعه داكشي بالزربه. كنبقاو مستمرين هكا قلت لكم 3 4 دقائق. صافي حتى كنهزوه بحال هكا كنشوفوها حتى تجمع. كنقدو كنبسطو بحال هكا وكنديرو في اللافة ديال الطياب هكا. شبه هكا ما تخافيش منها، غتشدي القياس. القياس كاين اللي تيبغيها كبيرة كاين اللي تيبغيها صغيرة على حسب كل واحد الذوق ديالو. صافي كنجمعوها هكا مزيان كنلويوها غير بشوية باش ما تفتتش، وكنوركو عليها هكا براحة اليد. كنكونو مفرشين هكا كاغي كويسون بابي كويسون في اللافة. ملي غنكملو غنديرو العافيه فوق منها دائما حتى تشقق عاد نطلعوها الفوق ان شاء الله. انا غادي نبقى هاد ما غاديش نطول عليكم الفيديو، نبقى تنكمل هادشي ان شاء الله ونتلقى بكم في الحله النهائيه. ها انتما احبتي بعد ما ساليت هي خرجت ليا لاطه.
كما قلت لكم العافيه دائما الفوق حتى كتشقق نديروها الفوق. يلا تنطلق بكم ان شاء الله. الحلوه ديالنا من بعد ما طابت وبردات تماما عاد حيدناها من اللاطه، ها هو الشكل النهائي ديالها. كنتمنى تجربوها وتردوا عليا الخبر، وبالصحه والراحه، وما تنساونيش بالدعم ديالكم. شكرا لكم.